هاي يا جماعة، أهلا بيكم في فلوج النهاردة. أنا هاخدكم الأيام الجاية معايا الكامب. أنا وأدي جوزي قررنا نروح نعمل كامبينج لمدة 10 أيام. طبعا احنا في منطقة اسمها بها كاليفورنيا، وكنا بنتحرك بالعربية من أقصى الجنوب لأقصى الشمال عشان عندنا مهمة كده في الشمال رايحين نعملها. فطبعا لازم تتابعوا الأيام الجاية الفيديوهات اللي هنزلها على قناتي باليوتيوب، لأن هصور لكم رحلتنا في ال10 أيام اللي عملنا فيهم كامبينج بالعربية بتاعتنا أو بالفان. الأيام دي احنا عايشين لايف ستايل اسمه الفان لايف، يعني بنبقى عايشين في العربية بتاعتنا وبنتحرك من مكان للتاني. طبعا خلال الطريق بنشوف مناظر طبيعية جميلة جدا خلابة. فما تنسوش تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان أي فيديو جديد أنزله على القناة عندي يوصل لكم أول بأول. وكمان ال10 أيام دول طبعا كان أيام كتيرة جدا، فأنا مش هقدر انزل كل الفيديوهات في فيديو واحد، فقررت ان انا اقسمهم يعني على 3 أو 4 أو 5 حتى فيديوهات لل10 أيام اللي روحنا فيهم انا وادي عملنا كامبينج. طبعا المنطقة اللي احنا ماشيين فيها بالعربية دي كانت خيالية، فانا بحاول اصور لكم احلى المناظر، وطبعا الحقيقة اجمل من قدام من ورا الكاميرا. ميزة اللايف ستايل بتاع الفان ان انتوا تقدروا تغيروا الواجهة بتاعتكم كل يوم، تصحوا على منظر طبيعي جميل خلاب. انتوا شايفين المناظر زي ما انا مصورة لكم في الفيديو. طبعا الجزيرة او شبه الجزيرة اللي احنا قاعدين عليها حاليا، اكتشفت ان ناس كتير جدا عايشة اللايف ستايل ده اللي هو الفان لايف، ان انتوا بتجيبوا عربية وبتعملوها كأنها البيت المتنقل بتاعكم، بحيث ان انتوا تتنقلوا من مكان لمكان بالعربية ومعاكوا كل حاجة انتوا عايزين، مطبخكم والحمام والدولاب. يعني العربية بتبقى صغيرة بس بيبقى فيها كأنه بيت صغير وانتوا بتقدروا تتحركوا بيه. طبعا في ستايلات كتيرة جدا للعربيات من صغير لكبير، فانا وادي لسه بادئين حياتنا يعني في الفان لايف ستايل، فجبنا عربية صغننة كده على قدنا، بس ان شاء الله ناويين نعمل لها ابجريد السنين الجاية. بس قلنا ايه، نستكشف كده بحاجة صغيرة الاول قبل ما نحط مبلغ كبير في عربية. وبصراحة أنا انبسطت جدا جدا بالفان لايف، واتبسطت إن أنا كل يوم بقدر أصحى وأشوف منظر جديد واستكشف أماكن جديدة. في ناس كتير طبعا هتستغرب إن الحياة دي متبقاش سهلة، هي طبعا هي مش سهلة، بس بصراحة يعني حياة فوق الخيال، يعني روعة. وإن انتوا كل يوم تصحوا تشوفوا منظر جمال رباني زي ده. هنا انا في العربية كنت قاعدة بقطع فواكه، طبعا ادي هو المتولي السواقة، وانا يعني بحب ايه زي ما انتوا عارفين اكل هيلسي على قد ده. انا مش عارفة هو كان جريب فروت ولا بلاد اورنج، بس يعني كان طعمه لذيذ. انا بقول لكم هنا اتفضلوا. اول يوم تقريبا سوقنا 8 ساعات عشان نوصل لمدينة في النص كده، يعني احنا بنقسم المسافة، ما بنحاولش نسوق اكتر من 8 ساعات في اليوم عشان احنا الديستنيشن بتاعتنا كانت في اقصى الشمال. بعد كده يعني خدنا بريك، وقفنا الفان وركننا وبنحضر نفسنا يعني للنوم عادي. بننام جوه العربية، بيبقى فيها السرير وزي ما قلت لكم فيها كل الاوبشن ان انتوا تعيشوا حياتكم عادي. هنا لما فتحنا الفان لقينا الكلب الجميل ده، فاكلناه تونة. هي التونة دي كانت بالميه، فايتس اوكي، يعني ده اللي كان متاح معانا دلوقتي ان احنا ناكل كلب الشارع، وطبعا حاجه جميله يعني. نمنا اول يوم في المكان ده. بعد كده صحينا الصبح، فطرنا واستعدينا عشان برضو كان عندنا بتاع من 8 ساعات ل 10 ساعات سواقه لمدينه تانية عشان نوصل للديستنيشن بتاعتنا النهائية. هنا ادي كان بيأكل الكلبة الجميلة دي، كانت عسولة جدا يا جماعة ومحترمة وعندها كرامة كده، بتطلب الاكل بأدب، مش اللي هي الكلاب اللي هي بتقعد تهوها. بصراحة كانت جميلة جدا. You talk like بعمل الحاجات الصغيرة from the tuna. دي يعني انا بحسها I don't like tuna but good morning. Good morning. Good morning. صحيت من النوم. شايفين انا وسط الصحراء، طبعا السبار ده يعني في كل حته.
طبعا انا وادي متفقين مفيش سواقه بالليل خالص، لان ساعات بيبقى فيه كتير حيوانات بتمشي على الطريق، سواء ابقار او سواء ثعالب او حتى خيول او كلاب صغيره او فوكسز، ف يعني الموضوع بيبقى مش حلو ان انتوا تسوقوا بالليل. طبعا بنسوق بس الصبح، بنبتدي من الساعه 10 الصبح كده سواقه لغايه الساعه 4 لو عندنا مشوار طويل. تاني ليلة قضيناها في كامب جميل جدا يا جماعة، كنت مبسوطة بالكامب ده جدا. يعني عارفين لما بتقعدوا فترة ما بيبقاش في بقى الحمام الطبيعي والشاور والكلام ده، الكلام ده بيوحشكم. هي كانت ليلة واحدة بس اللي قضيناها في الفان، بعد كده تاني ليلة رحنا قضيناها في البارك. دي ده بارك معمول للفانز، انا هحكي لكم قصته دلوقتي وانا بفرجكم على الكامب. شايفين اتوبيس 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 يا جماعة. On the same. Okay. Agua caliente. شايفين. Four wings. Hola. Look at the donkey. The donkey. Cute. It's really like what is it? Yeah. Yeah. Yeah, we should point it too, isn't it? This Adia behind them. Yeah. Yeah, I think he was cute, right? النهاردة هنبات في كامب ار في بارك. بارك معمول للعربيات اللي هي الفانز، اللي هي تركل واتنين، بيبقى فيها خدمات زي حمامات وبيبقى فيه زي شاور وبيبقى فيه اوضه لغسيل الملابس. ف يعني مفيش فاسيلتيز غير الحاجات اللي انتوا بتحتاجوها كحمام شاور. طبعا المكان هنا جميل جدا وعربيات، يعني انتوا شايفين امبارح انا نمت في الشارع، يعني ركننا كده في نص الطريق لان بقالنا يومين سايقين العربيه حرفيا عشان نوصل من اقصى الجنوب لاقصى الشمال في بها، عشان بكره رايحين مفاجأة كبيرة هنشوف حيوانات ممكن عملاقة، حذروا فذروا. وبكرة الصبح فبقنا يومين سايقين العربية ولسه واصلين، فقلنا نريح النهاردة في كامب عشان يبقى فيه راحة شوية، في حمام في دش كده. معرفش أدي راح فين. يا أدي يعني أنا مبسوطة يا جماعة إن احنا عندنا حمام. بعد كده طلعنا اتمشينا في التاون اللي ركننا فيها الليلة دي، بصراحة هي صغنونة كده وكانت جميلة. شفنا الكلب الجميل ده، بعد كده لقينا يعني كمية خيول مرة واحدة طلعت قدامنا تجري، وكان في فيلم اكشن هنا كانوا بيحاولوا يمسكوا الخيول، فقعدنا نتفرج. بصراحة استمر اكتر من نص ساعة، بس انا عملت شورت كات يعني اختصرت لكم عشان ما اطولش عليكم. بس كان منظر خيول كانت جميلة جدا. المكان اللي احنا فيه ده اسمه سان اجناسيو، هو شبه الواحة كده الصغيرة. يا دوبك قضينا الليلة، بعد كده رحنا الكامب بدأنا نحضر العشاء بتاعنا. انا وادي تقريبا كنا بناخد العشاء كده يعني بنبدأ نحضره من الساعة 5 عشان بياخد وقت شوية. طبعا كل حاجة في الكامبينج بتبقى بتمشي بشكل بطيء، على ما بنطلع كل حاجة وبنرتب الدنيا بتاخد مننا وقت. هنا ادي بدا ياكل وما استنانيش على ما اروح اغسل ايدي وارجع، وايه بدا هو معانا. Hey, wait for me. Good morning. احساس حلو يا جماعه ان يكون عندكم شاور وحمام. صحيت اخدت شاور وقبل ما انام اخدت شاور وغيرت ملابسي ولسه صاحيه من النوم، والناس عماله بتحضر الفطار بتاعها. Lovely community بجد. احنا لسه يعني اول مره اعمل كامبينج في حياتي، فمحتاسين عمالين نعمل شوية قهوة شوية مش عارف ايه شوية ايه، بس لسه بنتعلم. في ناس هنا لسه يعني خبراء في الكامبينج. حابة اوي منظر الكامب وفايبس والاطفال وهي عمالة بتلعب.
وفي سايكلست. دول يا جماعة بيجوا من أمريكا وبيجوا من يعني من أي ستيت في أمريكا بالعجلة لغاية هنا، بس بنشوفهم على الطريق بجد حاجة جميلة جدا. والناس دي لسه واصلة، كان في عربية تانية لسه واصلة. الباص بقى ده اللي هبني. دول بيبقوا عيلة، عائلة أب وأم ومعهم أولادهم. بيبقى ده بيتهم، بيبقاش عندهم أي بيت في العالم، بس هو ده بيتهم. أولادهم بيبقى أونلاين سكولينج، فستايلز كتير يعني للكامبينج والفان لايف ستايل. شايفين مثلا عمود امبارح كان مشوي لسه ماشي اهو، كان دول لسه واصلين. كان في حد تاني هنا بس اعتقد مشوا، كانوا اتنين عواجيز عساسيل يعملوا الباربيكيو بتاعتهم، الباربيكيو بتاعهم، ودخلوا اكلوا جوه، وبعد كده جم طلعوا بره قعدوا يقروا ويقروا الكتاب بتاعهم ويشربوا الشاي بتاعهم او تي واتيفر ايه هما بيشربوا. وهنا منطقه الالعاب بتاعه الاطفال. ادي كان بيغسل الكسر، ولا انا عاجبني بقى دي الكار، العربيه دي يعني ماي فيفورت، بس 200,000 دولار. مش عارفه لما دي 200,000 دولار الاتوبيس اللي هناك ده كام. الاطفال كانوا عمالين يلعبوا مع الحمار. We have a visitor. Hello. Grass. بعد ما صحينا واخدنا الفطار بتاعنا والكوفي، جهزنا العربيه، دخلنا كل حاجه تاني بتاعت الكم جوه العربيه، وبدانا نتحرك على الطريق تاني تالت يوم. So cute. على الميك اب بتاعنا، نستخدم في الميرور اللي هنا، ومعانا باوتش صغننه فيها كل الميك اب. طبعا وقت الكامبينج بيبقى صعب جدا الالتزام بالروتين بتاعي زي ما انا عايزاه، بس بحاول على قد ما اقدر يعني التزم بالروتين، اعمل يعني على الاقل 20% 30% او حتى 40% من الحاجات اللي انا معتاد اعملها كل يوم في حياتي الطبيعية. طبعا بحب احط ميك اب خفيف كده جدا واسرح شعري، يعني عشان احس ان انا في المود. واحنا زي ما قلت لكم بنسوق عدد ساعات كتيره جدا في اليوم. طبعا في الوقت ده بقعد مثلا اعمل ايديت لليوتيوب، اعمل ريلز للانستجرام بتاعي. فما تنسوش تشتركوا بالقناه وتفعلوا جرس الاشعارات، وطبعا تابعوني على الانستجرام، دايما بنزل لكم تيبس وتريكس وترافل هاكس عن اللايف ستايل بتاعي بصفه عامه في السفر والحياه الصحيه واليوجا. فهتستفيدوا كتير جدا من الستوريز اللي بنزلها على الانستجرام او ريلز اللي بنزلها. طبعا حياة الكامبينج زي ما قلت لكم مش اسهل حاجة، بس انا صراحة استمتعت بيها جدا، وانا بحب كمان التشالنجز، بحب يعني الحاجات اللي فيها مغامرات، بحب الحاجات اللي فيها تحديات. فحياة الكامبينج فيها تحدي كبير جدا ان انتي يعني تعرفي ازاي تستمتعي بكل حاجة حواليكي وتعيشي حياتك بشكل طبيعي او تمارسي حياتك بشكل طبيعي. Okay.
وده كان فيديو النهاردة يا جماعة، اتمنى تكونوا استمتعتوا بالمشاهدة وشجعتكم على حياة الفان لايف، وما تنسوش تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس الاشعارات، لان الايام الجاية هنزل لكم فيديوهات المغامرات اللي عملناها بقية وما تنسوش تتابعوني على الانستجرام، لان دايما بنزل لكم ستوريز عن اللايف ستايل بتاعي سواء في السفر او الهيلثي لايف ستايل اللي انا متابعاه بصفة عامة. الفيديو كل اللي حابب يتواصل معايا ويتكلم معايا فيس تو فيس عشان اقدر اساعدكم تحطوا خطة للسفر بميزانية بسيطة، ودايما بنزل لكم ريلز على الانستجرام عن ترافل هاكس. ما تنسوش تكتبوا لي كل اسئلتكم بالكومنتات.